مرحبا، يعطيكم العافية. معكم أخصائية التغذية روضة لمحمد من الاتحاد اللوثري الخيري. حابة أحكي لكم شوي عن مركزنا. نحن مركزنا الاتحاد اللوثري الخيري في الزرقاء الجديدة، شارع 16، مركز أمان المجتمعي. عنا خدمات كتير موجودة وعنا كتير أنشطة بيقدمها مركزنا، غير التغذية، من دعم نفسي وإنجليزي وحاسوب ورسم على الفخار وزومبا وموسيقى، وكمان أنشطة تانية فيكم تسألوا عنها أو أي استشارة نفسية فيكم تتصلوا على الخط الساخن وتاخذوا الاستشارة أو تاخذوا موعد أو تحبوا تسجلوا بأي نشاط موجود عنا. الخط الساخن موجود هون عندكم. أما اليوم بدي نحكي عن موضوعنا بالنسبة للتغذية عن كبار السن، عن تغذية المسنين. هلأ مثل ما عم نعرف، كل ما تقدم الإنسان بالعمر بصير عنده كسل بحركة الأمعاء، بصير في عنده قشونة بالمفاصل وقصور بالامتصاص. لهذا السبب أنا كتير لازم مركز على عدة عناصر غذائية ومعادن معينة، فيتامينات معينة، لحتى أنا ما أوقع بمشاكل صحية كتير كبيرة. ورح نحكي عن هاي الفيتامينات وهاي العناصر بشكل عام والمعادن اليوم. هالأول عنصر بتبلش الجسم ما يستوعبه كتير هو البي 12، لهيك أنا لازم أعمل فحوصات كل فترة، بالذات لكبار السن بنعملهم كل 6 شهور فحوصات بي 12. إذا كان في عندهم نقص بياخذوا الإبر أو الحبوب اللازمة لهذا الشيء. وأهم نهتم بغذائهم المحتوي على البي 12. البي 12 ما له موجود بأي عنصر نباتي، هو موجود بالعناصر الحيوانية أكثر، موجود بالسمك، موجود بالبيض، موجود بالحليب وبالجبنة كمان. بعد العنصر الثاني هو عنصر البروتين. البروتين كتير مهم لأنه بتبلش عندهم العضلات وصير فيها قصور وصير فيها شوية ضعف، فلازم ادعم البروتين وياخدوا بروتين بشكل منيح لحتى تضل عضلاتهم قوية وشادة وما يصير عندهم مشاكل بالعضلات وكلياتها. وأكتر شي بنلاحظ نحن عندهم بعضلات الإيدين أو عضلات الأقدام والأطراف بصير في عندهم فيها قصور وكسل وتعب، فندعمهم بالبروتين بشكل كتير منيح، من كان بقوليات أو بروتين حيواني اللي هو جاج مثلا أو سمك أو لحمة حمراء بدون دهون. البروتين كتير ضروري لإلهم، لكن ننتبه كتير إذا كان المسن أو كبير السن في عنده مشكلة بالكلى، هدول إلهم معاملة خاصة. رح نحكي عن مرضى الكلى بفيديو تاني إن شاء الله. بالمعدن أو المعدن هلأ عندي اللي بعده هو حمض الفوليك أو الفوليك أسد. حمض الفوليك أو الفوليك أسد هو موجود بالفواكه وبالخضروات، مو موجود بالمصادر الحيوانية. كتير ضروري نعطيه بكثافة أو بشكل كتير كبير للمسنين لكبار السن. هلأ هنا رح يكون في عندهم مشاكل بالمضغ مثل ما بنعرف، فرح يتضايقوا من مضغ الفواكه شوي قاسية أو من مضغ بعض الخضروات، لهيك بنعطيهم إياها الطريقة بتناسبهم، نبرش لهم إياها برش أو بنعملها على شكل عصير. بس بدنا ننوه على إنه العصير الفواكه لازم ينشرب أول ما ينعصر بشكل فورا طازج، لأنه بس تمرق عليه فترة معينة حتى لو عدد ساعات للأسف إنه العصير بيفقد كتير من قيمه الغذائية، لأنه أغلب الفيتامينات عنا فيها عناصر طيارة بعد فترة من عصرها بتروح وبقى بتفيد. هلأ بنجي عنا الكالسيوم. طبعا نتيجة التقدم بالعمر بصير عندهم الكالسيوم امتصاصه قليل، فكتير لازم ركز على الكالسيوم، ياخذ بيض، يشربوا حليب، يشربوا لبن. أكثر عنصر فيه كالسيوم هو الحليب. في ناس كتير عندها مشكلة بالحليب، عندهم حساسية من الحليب، ففينا نستعيض فيه بحليب الصويا أو حليب اللوز، بيعطيني نفس القيم الغذائية. كتير ننتبه على الكالسيوم عند المسنين ونعمل لهم فحوصات كمان كل 6 شهور أو كل سنة، وإذا كان في نقص لازم ياخذوا أقراص بالإضافة للعناية بغذائهم وأخذ العناصر الغذائية الكثيفة أو الغنية بالكالسيوم. هلأ بنجي على فيتامين الدال والكولاجين. فيتامين الدال للأسف يعني ما في، هو مكمل للكالسيوم بس ما في عندي عنصر قول هذا 100% فيتامين دال. هو أنا لازم أكون عم بعمل فحوصات كمان إذا كان في نقص بناخذ الأدوية، إذا ما في نقص والأمور منيحة متعرض للشمس بندعمه بالكالسيوم، بناخذ سمك، بناخذ حليب،
كمان الكولاجين، الكولاجين بكل ما زدنا بالعمر حتى من سن 30 ببلش الكولاجين بالجسم يضعف ويقل، فلهيك لازم نهتم بالغذاء اللي فيه كولاجين، المأكولات اللي فيها كولاجين، البروكلي، الثوم، مرقة العظم فيها كولاجين كتير عالي، كتير كتير عالي، فبننصح فيها بننصح فيها للجميع بالذات للمسنين لحتى تتغذى عندهم العظام والبشرة. أخيرا رح نحكي عن البوتاسيوم. البوتاسيوم كمان هذا معدن بخف مع التقدم بالعمر، فلهيك لازم ننتبه عليه، ممكن نعمل فحوصات له بالذات لمرضى السكري، كتير ضروري ننتبه على البوتاسيوم عندهم. البوتاسيوم له تأثير للكلى، رح نحكي عنه بمرضى بفيديو مرضى الكلى، لكن الأكل المأكولات اللي في غني فيها البوتاسيوم هي اللوز والموز، مفروض ياخذوه بشكل منيح. اللوز ممكن نبرش لهم اياه، نعطيهم اياه بشكل مبروش لحتى يكون عليهم اسهل مضغه. وشكرا كثير لكم، شكرا على دعمكم. اي موضوع بتحبوا نحكي فيه، اي سؤال، اي استفسار، فيكم تتركوا لي اياه بالتعليقات. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.